شكرا على سرعة استجابتك. ماذا أهلا بيك حدث يا في فندم. المنصورة معالي الوزير؟ هل وصلتك معلومات؟ لا يا فندم، هو المنصورة النهاردة انعقد المجمع الانتخابي لاختيار رئيس جامعة المنصورة وفق القواعد والآليات أي اللي تمت مع كل الجامعات الأخرى النهاردة. أم والحقيقة القائم بالأعمال الدكتور محمد سويلم يعني تحسب، لأنه في إن في تحصل بعض يعني الطلبة يتجمهروا لأنه في عميدين لم يستقيلوا فقط أي من جامعة المنصورة. أي وأنت عارفة إن تم الاتفاق إنه إحنا من لا يرغب في الاستقالة فالقانون يحميه، يعني ما أي نقدرش نقول له أم إلا إذا لو صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فهو تحسب لهذا واتصل بالمنطقة المركزية وطلب حماية ليحتاط من الشرطة العسكرية. اللي هم تم عميد الآداب والبيطري؟ أعتقد الآداب أي والبيطري، نعم. أيوة فهمت. والانتخابات تمت بشكل سليم وتم انتخاب رئيس الجامعة. وبعد انتهاء الانتخابات يعني حصل نوع من يعني التجمهر والتظاهر من الطلاب لأنهم عايزين يضغطوا على يعني، واعتبروا انه عدم استقالة الاثنين اللي هم العمداء أثر على نتيجة الانتخابات. أي للأسف العمداء عندما نزلوا ويركبوا سياراتهم كان هناك محاولات للاعتداء عليهم أو يعني التصدي لهم من الطلاب منفعلين، يعني ليس تعدي صريح، ولكن كان هناك انفعال من الطلاب تجاههم. وطبعا تم تأمينهم من الشرطة العسكرية وركبوا السيارة أو الميكروباص بتاع أعضاء التدريس وقدروا طب يخرجوا ماذا بالسلام. عن الأخبار إن تم إصابة 15 طالب، لا يا إن هم فندم، وهم طالعين بالسيارة لا خبطوا غير صحيح يا 15؟ فندم. هو حصل بقى يعني نوع من الهرج والمرض. والشغب في هذه أي الأثناء. الموقف كالآتي عشان نختصر، لأن أنا منتظر غدا تقرير تفصيلي من القائم بأعمال الدكتور محمد سويل بسيوني عن هذا الموضوع. أي هو الحاصل الآن كان حصل حالات بس من يعني إغماء وتم إفاقته كده، لكن الآن 2 مصابين فقط طب حضرتك، في هل احنا قالوا لنا ان في اصابات في مستشفى المنصورة وان المستشفى رافضة تعمل محضر باللي حصل؟ لا يا فندم، لا هو في مستشفى الطلبة بالجامعة، مستشفى الجامعة. مستشفى الطلبة يا فندم، مستشفى الطلبة فيها 2 مصابين فقط بشروخ، واحد شرخ في ايده وشرخ في رجله. شرخ يعني اتخبطوا من العربية ولا؟ شرخ يعني طبعا تصادم، فممكن يؤدي الى شرخ في الرجل والتاني شرخ في الايد، لكن انا التفاصيل مش عندي حتى الان، هو انا منتظر التقرير التفصيلي بكرة. لكن هي دي النتيجة، يعني مش 15 يا فندم مصابين وفي المستشفى، مستشفى الطلبة. والتقرير اللي وصل الدقيق ان هم 2 مصابين احتجزوا والاخرين تم يعني في بعض طبعا من فعلوا الطلبة وحصل هياج ويعني يعني تدخلات وكده وحاولت الاعتداء على العربية، اعتقد كسروا اظن يعني ازاز احد العربيات، فيمكن ده ادى الى انه الاثنين دول، لكن هم 2 إصابات. المصابين فقط. الموقف الان تم السيطره عليه ويبدو وما فيش شيء الان بيتم طب في هذا المجال، لكن 2 مصابين